بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا هذا موتور يسموه دي لتر، يعني 2 لتر، يعني نتاع اتش دي، اللي هو موجود في البيجو والستروان بعض السيارات. باش نوريكم الكراج نتاعه، اللي هو المسبوه نتاعو. العمليه سهله وبسيطه، ما فيها شيء، لان هذا المحرك هذا ما فيش البومب اتش بي في جنب. البومب اتش بي نتاعو من تالي تنوريها لكم. هذا من قدام ما عندك حتى شيء، يعني فيه مشكله ما عندك. يعني السبت هذه تركب الشان، عندك كان الثقب هذايا، الثقب هذايا تحط فيه مفتاح كما هيك فقط، ما عندكش حتى حاجه اخرى، لان هذا ما يحتاجش الى معرفه كبيره، لان ما فيش بومب اتش بي من جنب او بومب اجكسيون او حاجه. كل ما في الامر فيه اربع كام هذايا اللي بتشوفوا، تحط فيه المفتاح هذا، سهله، ما تحتاج شيء من تالي من قدام، لان عندك كما قلت لكم البومب نتاعو اتش بي جي في الاربع كام من تالي. طبعا ما تسحقش كلاج، ما تسحقش ميزبوان، لان تركب فيه في الاربع كام. وبما ان وريتكم الكلاج نتاع الاربع كام من فوق، يعني اللي هو مكان الحزام، وعندنا هنا طبعا الفولو موتور نتاع المحرك هذا من ناحيه، عندنا هنا ثقب. ها شوفوا الثقب هذايا، الثقب هذايا عنده هنا، تجي وقت تجي من تالي تجي تحط له حاجه من هنا باش يخرج. شفتوها هذه، وقتها الفولو موتور تدور، الفولو موتور هذايا تبدا تدور لين تشد في المكان هذايا، يعني الثقب هذايا. شفتوها هذايا، يعني سهل بالنسبه للديليتر اتش دي. هذايا 2 لتر اتش دي، هذايا سهل العمليه نتاعو، ما فيش حتى اشكاليه. عنده مسمار من قدام، مسمار من تالي، لان ما فيش بومب اتش بي من قدام ولا بومب اجكسيون من قدام. بومب اجكسيون اللي هي بومب اتش بي مكتوب راكبه في الاربع كام من تالي، بجنب البومب فيت تاع الهواء، ضغط الهواء نتاع الفرامل. يعني سهل العمليه، ما فيهاش حتى شيء. يعني المحرك هذايا معروف، اللي هو 2 لتر هذايا. هنا يجوا الانجكتيرات نتاعو في الوسط هما، وتجي الرومب نتاع الانجكتيرات هذا فوق منه، هذايا الرومب نتاع الانجكتيرات فوق منه، وسهل ما فيه حتى شيء. يعني كله، يعني بالنسبة للكلاج نتاعو أو تعديل الحزام نتاعو سهل، ما فيش حتى حاجة كبيرة. إن شاء الله تنفعكم حاجات كما هذه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا هذا الموتور 2 لتر اتش دي، اللي هو معروف بالتريبو من تالي، معروف الموتور هذا، سموها موجود في البارتنير، موجود في 406، يعني فيه موجود في عدة سيارات. فيه الكلاج او الميزبوان او تعديل السبتة، باش نوريه لكم. عندنا هنا تحت الديمرار، اللي هو تحت الموتورينو او المكان اللي خدموا منه، فما ثقب هنا مفتاح 13، هذه نحطها هنا. عندنا الكاش هذايا، الغطاء هذايا كلنا نحوه، هو البوليلي نجي من اللوطه كلنا نفكوهم سهلين. يعني هذا الغطاء هذايا شد بالنات نتاع 10، هذا 2 3 4، هذايا شد ب4، هذايا كيف بنات كلنا نفكوهم. عندنا 1 2 3 شد ب3 بنات 4 كيف، وعندنا هذايا الغطاء الوطني كيف شد 1 2 3 4 5، يعني شادين مع بعضهم، هما يكملوا بعضهم. هذايا السبتة نتاعو سهلة، عمي شوف السبتة نتاعو كيفاش يمشي. نجي هنا على الطوندير، هذايا موبيل، وهذايا فيكس، وهذايا فيربوكان. حتى باش نفهم الأولاد على الأقل باش يفهموا أكثر. عندنا هذايا بينيون فيربوكان سموها، هذه نتاع الكرنك، مسنن نتاع الكرنك. هذه بومبو ترومبة الماء، يعني مضخة نتاع الماء. هذه طوندير اللي هو دفاف، اللي هو يتك عليه السبتة، هذا يتحرك، هذا متحرك تسمى موبيل. هذا تنجم تكبس منه السبتة وترخف منه. هذايا طوندير خو، هذايا انما فيكس، هذا تكبس بالونة وكا وما يتحركش. معناتها كي تجي تنحي الشان ترخف هذايا، ترخف هذايا باش تطيح الوحدة باش تنحي الشان نتاعك. شوفوها، هذه عندنا هنا الفوق، هذه البنيون نتاع البركان زين، وهنا البنيون نتاع البومب اتش بي، اللي هي نسموها احنا بالعاميه بومب اجكسيون، بومب اتش بي، بومب اوت بريسيون. هذه معناتها عندنا بنيون 2 3، والبومب هو معهم فيها مسنون. كل ما نحتاجه احنا في الميزوبوان، هو في الكلاج نتاع هذايا، في المسنن هذا ما نحتاجه كان لهذه فقط، فما بولونه من تالي في البركان، هذا كل ما نحتاجه. ليش
هذا كله احط كما يجي، هذه يحب يقمرها ويرجعها كما كانت، ولا يركبها كما يحب هو، لان هذه فوم، هذه نجم يشدها بحاجه يربطها بحاجه او يقمرها بطرف دهن باش يرجعها كما كانت كان يحب، ولا يخليها كما هي. عندنا هذه شنو اللي فيها؟ فيها هنا ثقب، هذه نحطوا فيه بونو كما هذه مفتاح 13 شفتوها، انا محضر لان محضر انا البوان حاط تحط هذه، وفما اختها في الفيبرو كامل تي نفكوا الشن تاعنا السلسله تاعنا. انا هذه طوندور بعد ما حطينا البونو هنا وحطينا بونو من تالي تو نوريها لكم بعد ما نكمل من قدام. هذه بونو هنا عندها ثقب نتاعها من الظهر، هذه داخل عند اخوه الداخل، تحط بونو تدخل على الاخر هنا بونو شفتوها. بعد ما ركزنا على هذوك كلهم تو نفكوا الطوندور نتاعنا هذا الشن، هذه الطوندور، الطوندور هذا كي نفكوه وحده يتحرك شفتوه، يعني يتحرك وحده فيه الواحد نتاعو شفتوه كي يتحرك يدور، خاطر تو نجيبو مفتاح مربع وندوروه شفتوه يدور، كي يدور تتخف السلسله ونفكوه سهل. هذه كيف كيف قلت لكم نجمو نفكسوها بحاجة ونخلوها، يعني سهلة العملية شفتوها ما فيها شيء. في التركيب كيف كيف زاد نجم نرجعو كما كان، عندنا التوندير نتاعنا والفيبركان والبومبو والتوندير ونرجعو كما كانت، يعني سهلة ما فيها صعوبة كبيرة. ونرجعو به التوندير نتاعنا دورو بيه باش يعطينا الوحدة الصحيحة. طنبا هو هذيك ورجعوها مكانها زي ما فكيناها هكا. وعندنا هذايا ندوروه لهنا لوطا، يعني نجيبو حتى اما نجيبو مفتاح مربع اللي هو هكا تاع الزيت هذا تاع تغيير الزيت، حطوه هنا وندورو ديما ندوروها لوطا، هذه ما ندوروهاش لفوق ما نقلبوهاش هكا، ندوروها لوطا هكا. وإلا نجيبو مفك كما هذا باش نكبسو به، يعني اثنين يمشوا، يعني شفتوا هنا تو نخلوها يعني عادية، يعني كم يعني مش ربط كبير. مثلا كي نحط أنا هذه، كي نحط هذه نشدها يعني يدوب بصبعي هيك شفتوا، نشدها هيك بصبعي يدوب باش ما تجيش تغنغن، خاطر تولي تغنغن كانت تكبسها أكثر من هيك تولي تغنغن، هيك عادية شفتوها بصبعي هيك يدوب ما نزيدش عليها برشا ونكبسها لوحدي. نكبسها لوحدي وانا شاد، وانا شاد ديما شاد باش ما يدورش معايا طوندير هكا هكا عادية نتاعي لابس عليها شات باهية. وقتها نولي نحي البنونة نتاعي ونشوف. وريتكم المسبوع من قدام تاع الابراكام، وتوا من تالي هذايا وين فما جهه البوات تبدا هنا ديميران مغطي على المكان هذا، مغطي يبدا مغطي، نجي ورا الديميران بالضبط تلقاها ورا الديميران من تالي تلقى الثقب هذايا النقبه هذه نحط فيها بنونه كيما هذه تو هذه، نجيبوا بنونه مفتاح 13 هذا كيف كيف كيما من قدام كيما من تالي، بنونه مفتاح 13 ونحطوها ضوي على البنونه على الثقب هذاك هذه ونحطوها هاي هذه يبدا عندك دمار راكب، انت دور 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 لين تحصل هذه، وين تحصل هذيك غادي معناتها حتى من قدام تجي صح سهل العمي. بنونه مفتاح 13 هذه حطها هنا، اما الدمار يبدا عندك راكب، يا اما نفك الدمار اذا كانك انت ما نجمش، يا اما تشوف واحده طويله هكا تدخلها من وراء الدمار وتحطها في المكان هذا. هذاك المزبون نتاع نتاع الامبوان اللي اسمه الدي لتر هاش دي تيربو من تالي. إن شاء الله العملية تفيدكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.